خلي بالك انا وسام كابتن سيد ما جيل واحد برضو كابتن سيد هنشوف كابتن سيد هو اصغر مني برضو عشان اقول الحق وسام اصغر مني كابتن سيد اصغر بسنه تقريبا اصغر بسنه وسام اصغر بسنه مش كتير يعني افتكروا يعني لاعب الموسم بالنسبه لكابتن سيد عمرو السوليه احسن هدف هدف طاهر محمد طاهر في الرجاء اللي هو في السوبر الاخير السوبر الاخير احسن انقاذ ركله الجزاء برضو بتاعه بالميراس اللي هي لمحمد الشناوي احسن لاعب صاعد احمد عبد القادر تقريبا كلنا اتفقنا على حكايه احمد عبد القادر مختار بقى احسن مباراه ايه مباراه الاهلي والترجي 1-0 برادس اللي هي كانت محمد شريف. مختار ان دي احسن مباراه لقطه العام مختار الميداليات بتاعه كابتن الخطيب في مباراه السوبر الافريقي اللي احنا قلناه واحسن دعم احسن مسانده جماهيريه في عام 2021 مختار جمهور الاهلي في المحله بعد الهدف التعادل برضه ده كابتن سيد عبد الحفيظ انا بقول لك احنا كله تلاقي اصل خلي بالك هي لقطات تبدو كثيره ولكنها لان النادي الاهلي وجمهوره الحقيقه في كل اللقطات هتلاقي دايما في كل ماتش هتلاقي دايما في حاجه بجد والله صح. ممكن تلاقي طفل قاعد على جنب بيعيط بتلاقي في ماتش وماتش انت كسبان 4-0 الاسماعيلي تلاقي فرحه رجل كبير في السن هي اللي عامله الموضوع ففي الاخر هو جمهور الاهلي دايما عنده لقطه الحقيقه في كل مباراه فيستحق الحقيقه